عزيزاتي، صباح الخير والربح، صباح النور وصباح الفل والياسمين عليكم. اليوم غادي نقدم لكم الجزء الثالث من العرادة ديال الكوتي، واللي غادي تكون واحد بلاطو مملحات بسيطة بحال دي زاميزبوش، صغيورين بساطين في شكلهم وفي طريقتهم وفي مكوناتهم، وكنتمنى انهم يعجبوكم ويفيدوكم. وقبل ما نشوفوا المقادير، غنخليكم بعيدا عن الطبخ عن ضيفتي اليوم، اللي هي غادي تكون قناة النجاح المدرسي، قناة رائعة جدا، مفيدة بزاف، عندها بيداغوجية رائعة رائعة في التعليم، او في يعني في الطريق للنجاح المدرسي. كنتمنى انكم تدعموها، وفعلا قناة مفيدة، ونشجعوا بحال هذه القنوات الرائعة. ونخليكم مع المقادير ديال العلم. غنبداو بالعجين. فغادي ناخد الطحين هو الاول، اسمحوا لي، الخلطه ديال الخميره، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه. غادي نضيف ليها السكر، سنينه، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه وجوج معالق ديال السكر. وغادي نضيف ليهم نص كاس ديال الحليب دافي. غادي نحتاج كاس، غادي نضيف غير نص في الاول، ومن بعد عاد غادي نعجن بداك النص الثاني. نخلطو هكا ونخليو هاد الخليط يرتاح واحد 10 ديال الدقائق. من بعد كنضيفو ليه 3 ديال الكيسان ديال الطحين، اولا 300 غرام. هاد العجين ديال غندير فيه شويه ديال التوابل، درت فيه شويه الملحه، وغندير فيه شويه ديال السودانيه، يعني الفلفل الحار، وغادي ندير ليه شويه ديال الثومه بودره، وغادي نضيف جوج معالق كبار ديال الزيت البلديه، وهذاك ما تبقى من الحليب به غادي نعجن هاد الخليط. هاد الكميه اللي عطيتكم ديال الحليب غادي تكفاكم العجن ديال هاد 3 الكيسان ديال الطحين، يعني نفس الكاس غنعبروا به الطحين ونعبروا به ايضا الحليب. وغادي نعجن هاد العجينه مزيان، ندلكوها سوا باليد او بالعجان الكهربائي. من بعد غادي نديرها في شي قصريه ولا في شي بول، وغادي نغطيها، ندير لها واحد الرشيشه ديال الزيت البلديه من الفوق، وغادي نغطيها ونخليها تخمر واحد نص ساعه. ناخد العجينة وغادي نسرحها، كنعاونو بالطحين بطبيعة الحال. وغادي نبداو ناخدو قطاعة هكا دائرية، ونبداو نقطعو بيتزات، خبيزات هكا على شكل بيتزات صغار دوائر. وغنستفهم في الصينية ديال الفران، وغادي ندير ليهم واحد التكيكه بالفرشيط باش ما يتخسرش ليهم الشكل في وسط الفران، يبقاو مقادين. اذا هذا الجزء الاول كما قلت لكم ديال البيتزا غادي نديرو عادي جدا. غادي ندير واحد الدهينه ديال الصلصه ديال البيتزا،
غادي الا بغيتو الوصفه اللي كندير لصلصه بيتزا غتلقاوها في صندوق الوصف. من بعد غادي ندير شويه ديال الفلفله، في الحقيقه درتهم على شكل مملحات صغيره، يعني هذوك بحال اميز بوش، يعني كيجيو صغيورين كيتكالو، ما درتش فيهم شي حشوه يعني اللي كبيره ولا كتيره، درتهم بساطين كما قلت لكم، بحال ديال اميز بوش. درت شويه الشامبينيون وشويه ديال الفرماج من التحت من الفوق عفوا، ودخلتهم للفران على درجه حراره 200 حتى كتحمر العجينه من التحت وكيزيد شويه طيب ديك الخضيره وكيذوب داك الفرماج. ونخليكم مع الجزء الثاني كيفاش درت ليه. اذا كذلك كندلك العجينة، وحتى هو غادي نقطعهم دوائر بنفس الحجم. وغنستفهم في الصينية ديال الفران وندير ليهم حتى هما تكات، وغادي ندخلهم الفران يطيبوا هكا بلا حشوة حتى يخرجوا، عاد غادي نصايب ليهم الحشوة ديالهم. اذا بالنسبة للحشوة الاولى فخديت معدنوس، قبطة المعدنوس مقطعة ومعاها واحد جوج معالق كبار ديال الجبن البيض، كتعرفوا جبن البيض سواء ديال العبار سواء ديال شي شركة معينة. اذا وغادي نضيف ليه شوية ديال الزيت البلدية، وغادي نضيف شويه ديال الفلفل الحار او الهريسه على حسب المذاق، ورشيشه ديال الابزار، وغادي نخلط ورشيشه الملح الا بغيناها بطبيعه الحال الا كان الجبن ماشي مالح، وغادي نخلط هذا الشيء مزيان حتى نحصل على خليط واحد مقاد. بحال هذا الشكل، وتقدروا تضيفوا عوض المعدنوس ديروا لافوكا، كتجي حتى هي زوينه بزاف. اذا كناخذ الخبيزات من بعد ما خرجوا من الفران وكنضيفوا تنحط عليهم بحال هكا الحشوه ديال الجبن، وغادي نزينهم من الفوق بواحد طريف ديال مطيشه كما تتشوفوا. غادي نعاود العمليه ليهم كاملين، ونخليكم مع الخبيزات بطريقه يعني المملحات بالطريقه الاخرى. اذا خديت الزيتون كحل، ما عندوش العظم، حيد عليه العظم، وغادي نضيف ليه الريحان او الحبق، البازيليك، ضفت ليه شويه ديال الزعتر، وضفت لي واحد شويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت البلديه، تقريبا غادي نضيف نص كاس، والكمون، وغادي نطحنو مزيان حتى كنحصلو على معجون ديال الزيتون كحل. كناخد هذا المعجون وبيه باش كندهن هادوك هاد البيتزات هاد الخبيزات عاوتاني بنفس الطريقه اللي دهنت بهم بالفرماج، وهما غادي ندير لهم واحد طريف ديال مطيشه من الفوق صفراء، وطريف ديال هذا الحبق باش يجي مذاق كيتشابه. وكانوا هادو هما مملحاتي صغورين بساطين ورائعين، فعلا كيجيو بساطين بزاف وفي نفس الوقت لذاذين وممتعين. كنتمنى انهم يعجبوكم وجوكم بساطين وسهلين، وتحياتي لكم وشكرا لكم دائما وابدا على تتبعكم لكاع وصفاتي وعلى تفاعلكم الطيب جدا. تحياتي، مع السلامة.